ثلاث أحلام ما بيرمزوش لأي خير نهائيا. لو شفتهم في منامك تعوذ بالله عز وجل من شرهم وسل الله عز وجل العافية، فلا يراهم إنسان إلا ابتلاه الله عز وجل ووقعت معه بعض المكاره إن لم يتعوذ بالله عز وجل من شرهم ولا يقصهم على أحد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن معلقة على جناح طائر متى أولت وقعت. فلو شفت أي حلم من الأحلام اللي أنا حولها لك ديت إياك إنك أنت تحكيها لحد واسكت عنها نهائيا، يحفظك الله جل وعلا. أول هذه الرؤى وهو الأضراس، فلما تشوف إن درسك انخلع في المنام أو وجع منك فاعرف إن هذا نذير سوء. فالرؤية دي قصتها عليا واحدة قبل كده، لكن اللي حصل معاها شيء غريب جدا. عارفيه؟ فقدت أخوها، فرؤية وجوع الدرس في المنام يدل على الوفاة. فلو شفت إن درسك وجع منك في منامك اعرف إن هذا دليل على خسارة شريك حياتك أو دليل على وفاة شخص هيكون الشخص ده عزيز عليك جدا. طيب أما عن الرؤية الثانية وهي الوجوع من مكان مرتفع، فأنت مسرف على نفسك بالذنوب والمعاصي وما بتعظمش حرمات الله جل وعلا، ولربما أنك أنت بتتعدى على حرمات الله، فبتجيلك الرؤية دي بمثابة رسالة تحذيرية إن البلاء أوشك أن يقع بك، وما فيش حد شافها إلا وجع في بلاء أو وجع في ضر أو وجع في محن. عارف إيه هي الرؤية دي؟ الوجوع من مكان مرتفع. شفت أنك أنت بتجع من مكان مرتفع قبل كده؟ طب ما تقول لي إيه اللي حصل معك. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فلما تشوف نفسك أنك أنت بتقع من مكان مرتفع، إما أنك أنت تكون في شرك بالله جل وعلا، بتقول وحياة أبوك ورحمة أبوك ورحمة أخوك وعلي النعمة، فكل هذه الكلمات الشركية تنذرك بهذه الرؤية، ولربما أنك أنت تكون مسرف في الذنوب والمعاصي. أما عن الرؤية الثالثة فهي رؤية المقابر في المنام، فلو شفت المقابر في منامك فتعرف أنك أنت مقصر في الطاعات وأعمال الخير، وتعرف أن حياتك كلها عبارة عن ضيق وعسرة وشدة، إن لم تتوب إلى الله جل وعلا وترجع له اشتدت عليك المحن وأتتك الصعوبات من حيث لا تحتسب، وتبقى ما انتش عارف أنك أنت تخرج من الصعوبات دي إزاي. فأخبرني آخر كلام في التعليقات، هل رأيت المقابر في منامك وحصل لك سحر؟ هذه الثلاث رؤى إياك أنك أنت تقصهم على حد نهائيا، وآخرة صدقة، وتعوذ بالله عز وجل من شرهم وشر الشيطان لن يضروك. لو عجبك المقطع ده ما تنساش انك انت تدوس لايك وتضغط سبسكرايب وتفعل الجرس وتنشره لاصحابك واصدقائك، فالدال على الخير كفاعله. في امان الله، والسلام عليكم.